زعما مستمر دائما من خلال برنامج لامولاتي ومن خلال الشهيوات لامولاتي. اليوم غادي نتعرفوا رفقة المستمعة خديجة أم أيوب من قليطرة على الوصفات المتنوعة اللي غادي تقدم لنا اليوم في البرنامج. صباح الخير لخديجة. السلام عليكم اختي سناء. وعليكم السلام، كصبحتي؟ لاباس عليك؟ صافا الحمد لله، كصبحتي انت مزيان؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. صباح الخير اختي سناء، ان شاء الله الجميع ديالكم الله يجازيك بخير. الله يبارك فيك، مرحبا، بارك الله فيك. ان شاء الله اليوم نديروا وصفات، نديروا شي حاجه بالنسبه للدريد الدراسه ان شاء الله. ايوه واخا. ان شاء الله نديروا حريشات، حريشات بالذره صحيين مفيدين حتى لوليدات المدرسه. صحيح. ان شاء الله بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا دائما الكاس ديال العنبه، ثلاثه ديال الكيسان ديال الدقيق ديال الذره، كاس ديال الدقيق ديال الفورس، ايه قبيصه ديال الملح، واحد رخنيشه ديال الفاني، جوج خمارات حمرين، كاس لارب ديال الزيت، كاس لارب ديال سنيده، وكاس ديال عصير البرتقال اولا كاس الحليب، اللي ما عندهاش البرتقال دير كاس الحليب. ايه المهم، وبيضه كنحتاجوا مع هذا الشيء كامل، كنديروا معاه تقريبا واحد الكاس ما عمرش ديال يا اما بيبي شوكولا، حبيبات الشوكولا، اولا فيرميسيل الشكلاط. واللي ما عندهاش هاد الجوج كله تشري غير داك المربعات ديال الشكلاط العادي وتقطعهم طريفات صغيورين. ايه واخا صافي، كتخلطوا هاد الخليط ديالكم كامل. بالنسبه لداك الكاس ديال البرتقال اولا كاس الحليب كتبقاو تضيفوا بشويه، تتخلطوا كلشي وتبقاو تضيفوا داك البرتقال بشويه بشويه حتى كتحصل على واحد العجين اللي كيكون شويه خفيف. كتخليوه غير واحد جوج دقائق غير يشرب داك السميده ديال داك الذره ديالنا تشربنا شويه. صافي، كنجيبوا واحد شويه السميده الغليظه في واحد الطبسيل وكندهنوا يدينا بالزيت، كناخذوا نشكلوا كويرات وكنمرمدوهم في داك السميده الغليظه وكنحطوهم في الطاوله اللي كتكون ديجا عندنا مدهونه بزويته وطحين ديال الطحين. كنحاولوا نوسعوا المساحه ما بين المتباعدين حيت ونطيبوهم طياب ديال البهله، يعني من الفوق نشعلوا عليهم الفران من الفوق حتى كيتشققوا، عاد كنهبطوهم من تحت ما يطيبوا علينا يطيبوا لنا من تحت. ايه واخا. المهم هذوك بالنسبه للحريشات ديال الذره. ناخذوا شوربه بما ان احنا دابا دخلنا شويه دابا في البرد، ايه نديروا شوربه خفيفه وسهله وكتوجد في ساعه. كناخذوا ربعه ديال البطاطات مقطعين، بالنسبه للكميه راه كتبقى على حساب شحال عندك ديال الناس في الدار. ربعه ديال البطاطات كبار مقطعين مربعات، كنشدوا الكوكوط ديالنا كنديروا فيها واحد البصله مشلضه مع معلقه كبيره ديال الزبده وشويه ديال الملحه، كنشحروا داك البصله حتى كتولي لنا كاراميليزي، تتولي اللون ديالها شويه قوي. كنضيفوا داك البطاطا ديالنا اللي ديجا قطعنا طروفه، وكنزيدوا عليها شويه ديال البزار وشويه ديال السكينجبير وكنمرقوا المرقه على حساب الكميه ديال البطاطا اللي درتي. ايه كنسدوا الكوكوط على هاد المقادير اللي درنا واحد المده ديال 10 دقائق، بما ان كنعرفوا حنا البطاطا داغي كطيب نديروها غير 10 دقائق حيت حنا قطعناها طروفه صغار. ايه صافي، ملي كنحسوا البطاطا ديالنا طابت كنحيدوا المغطى ونحيدوا المغطى ديال الكوكوط، كنضيفوا كنطحنوا هذا الخليط ديالنا يا اما بالخلاط اللي كنطحنوه في وسط الكوكوط اولا خارج الكوكوط. ايه ملي كنطحنوا هذا الشيء كنردوا الخليط ديالنا في الكوكوط، كنزيدوا عليه سمحي لي كنديروا بعدا ثلاثه ديال المربعات ديال 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 الفرماج اولا مثلثات ديال الفرماج. إيه؟ عاد كنطحنوا يعني وخا. قبل ما نطحنوا نزيدوا الفرماج عاد نطحنوا واخا. كنطحنوا الفرماج مع داك البطاطا ديالنا وكنردوا فوق البوطه وكنزيدوا عليه كاس ديال الحليب وكنخليو داك السوب ديالنا تختار لينا شويه، تطبخ لينا شويه حتى كتعقد لينا شويه. وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه، شوربه سهله وخفيفه. ايه خفيفه وكتجي في ساعه، كتوجد في ساعه يعني ميم با واحد 30 دقيقه هي وجدتي لاسوب ديالك. ايه غادي نعطيكم دابا واحد الكيكه اللي عجيبه وغريبه ولكن كتطلع غزاله، غادي تجيكم المقادير شويه ماشي تلتمه ولكن نتمنى ان شاء الله الاخوات يشربوها لان كتجي غزاله غزاله. بما ان الموسم ديال التفاح هاد الوقيته ديال التفاح ان شاء الله بالنسبه هذه حشوه، غناخذوا واحد 6 ديال الحبات ديال التفاح غنحكوهم بالقشور ديالهم، نحيدوا لهم بطبيعه الحال داك الزريعه ديالها لداخل ونحكوهم بالقشور ديالهم، وغادي نديروا عليهم واحد المعلقه كبيره ديال القرفه وغنقسموا هذا الخليط هذا نقسموه على جوج، نديروا جوج قسمات ونحطوهم على طرف. ايه غادي نجيو الخليط ديالنا الثاني اللي هو عباره عن زلافه ديال السميده رقيقه، ايه زلافه ديال الفورس، ساشي ديال الفاني،
جوج خمارات حمرين كاس ديال سنيده كنخلطوا هذا الخليط ديالنا كامل وكنقسموا على ثلاثه كيبقى لينا الخليط ناشف ما كنزيدوا عليه حتى حاجه كنقسموا على ثلاثه ديال الزلايف كنشدوا المول ديالنا من بعد ما درنا له يا اما ورق المطبخ او لا دهناه كنفضل انا ندير ورق المطبخ كنشدوا الزلافه الاولى ديال الطحين اللي خلطنا كنكبوها في داك القاع ديال المول ديالنا ونحاولوا بالمعلقه غير نصطو نصطو حتى تاخذ الشكل الدائري ديال 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 المول ديالنا كنجيبوا الزلافه الاولى ديال الحشوه اللي درنا حنا ديال التفاح عندنا جوج زلايف ديال الحشوات كنحاولوا ندردروا هذاك التفاح فوق هذاك الطحين وعاود نديروا الطبقه الثانيه ديال الطحين اللي كنا عندنا الزلافه الثانيه ديال الطحين عاوتاني نديروا فوق منها الحشوه ديال التفاح واخر طبقه هي الطبقه ديال الطحين يعني غيكون عندنا ثلاثه ديال الطبقات ديال الطحين وجوج طبقات ديال الحشوه ديال التفاح كنكونوا شدينا 160 غرام ديال الزبده اللي ديجا كنا حاطينها في الثلاجه كنحكوها وكنجيبوا كذاك الزبده ديالنا مشكوكه كنديروها فوق داك الطحين ديالنا وكنشدوا كاس ديال الحليب بالمعلقه كنبقاو نكبوا بشويه فوق داك الخليط ديال الزبده اللي كاين من الفوق حتى كنحاولوا بحال كندردروه مزيان على داك الطحين وعلى داك الكيك ديالنا كامل كنحشيوها في الفران حتى كنحسوا بها صافي طرتينا من الجناب كنشعلوا عليها من الفوق كتجي فيها مشققه ما تهمكمش داك التشققات اللي فيها هي كتعطيها منظر زوين ملي كتخرجوها كتحاولوا تحيدوها من المول ديالكم هذاك الطحين باش كيزك كيزك بالبخار ديال التفاح بهذاك الزبده ملي كطحي اييه ما كيحتاجش اننا نزيدو شي ما كتحتاجيش هذا بلا بيض يعني هذه الكيكه كتجي بلا بيض وكتجي هائله كتجي مقرمله ملي كتخرجيها من الفران كدردري عليها شويه ديال السكر كلاسي والصحه والراحه نتمنى نجربوها الاخوات اكيد ان شاء الله هائل هائل ندوزو دابا ان شاء الله نديرو واحد هذا نقولوا حريشات اخرين بدانون واخا بياغورت اييه بياغورت جوج كيسان ديال السميده الرقيقه كاس ديال الكوك ملحه كاس ديال الزيت واحد ياغورت يا اما فاني يا اما بنان جوج بيضات جوج خمارات قشور حامضه اولا برتقاله كنخلطوا هذا الخليط ديالنا كامل كنحصلوا على واحد العجينه لينه اللي كنكوروها وكنديروا مكورات وكنكونوا جبنا حدانا واحد الطبسيل فيه السميده والكوك خليط ديال ما بين السميده الرقيقه والكوك كنكوروهم في داك السميده ديالنا وكنحطوهم في الطاوه ديالنا اللي ديجا مدهونه وكنطيبوها حتى هي طياب طياب البهله كتجي هائله وسهله وبالنسبه للكوتي بالنسبه للوصفه التاليه غندير ان شاء الله مدوسه بما انك قلتي خديجه ام ايوب من القنيطره غندير لكم مدوسه ديال هذا البرد اللي ساهله ماهله تتوجد حتى هي فيه يعني ما كطلبش بزاف ديال الوقت مشهوره بها مدينه القنيطره اول حاجه كناخذوا المرقه ديال هذه المدوسه كناخذوا الدجاج ديالنا كنديروا في الكوكوط كنديروا معاه شويه ديال البصله نقول واحد ثلاثه البصلات هكا كمشن في شنان في هلاله كنشكوا واحد ثلاثه ديال المطيشات بالقشور ديالهم واحد ثلاثة ديال الريوز ديال الثوم شوية ديال البزار سكينجبير شوية ديال الخرقوم واحد المعلقة ديال راس الحانوت بالنسبة اللي بغات دير راس الحانوت ندير واحد المعلقة ديال راس الحانوت اللي بغات دير الحلبة عندها الاختيار يعني هي وشنو بغات اللي بغات دير شوية الحلبة دير واحد المعلقة صغيرة ديال الحلبة وشوية ديال السمن الحار زيت البلدية باش غنشحروا هاد الدجاج ديالنا كنشحروا مزيان مزيان هاد القامة ديالنا مزيان وكنمرقوا كديروا شويه ديال العدس واحد تقريبا كاس ديال العدس بحال هكاك كنخلطوه مع داك المرقه ونشدوا عليها نخليوه يطيب في نفس الوقت كنمشيو كنصابوا الحرشه ديالنا الحرشه طريقه اي وحده كيف ما كدير شي حرشه ديالها ديرها سميده مع شويه ديال الزيت مع شويه ديال الملح بلا ما ديروا خماره لان دي غير مدوسه بالنسبه للشكل ديالها ما كيهمش تكون زوينه ولا حيت غتفتت صافي كنطيبوا الحرشه ديالنا بالنسبه للكميه تبارك الله جوج حرشات راه تخرج لكم قصعه صنع بحيث كتنفخ جوج حرشات مايين راه يخرج لكم ما شاء الله قطعه كبيره ملي كطيب لينا الحرشه كنفتتوها طريفات صغيورين ملي كطيب لينا المرقه كنهزو داك الدجاج ديالنا كنديرو فواحد الطبسيل كنحاولو نجيبو الصفايه كنصفو شي شويه داك البصله وداك الثومه وداك القامه اللي عندنا كنصفوها نهزوها بداك الطبسيل وكنشدو داك الحرشه ديالنا بطبيعه الحال المرقه عندنا سخونه وفي اخر لحظه يعني الوقيته اللي غنبغيو نحطو الطبق ديالنا فوق الطبله
هذه المرحله غادي نديروها. اننا كنشدوا الحرشه ديالنا وكنرميوها في داك المريقه ديالنا، كنخلطوا تحريكه جوج تحريكات، كنطفوا البوطه، كنكبوا لهاد الخليط ديال الحرشه والمرقه في القبصيل ديالنا، وكنحطوا داك الدجاج في الوسط وكنزوقوه بداك البصله اللي صفينا، وممكن نديروا حتى شويه البيض. وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك الله خديجة. الله يعطيك الصحة. انت راح ساهلين ما شاء الله. الله يجازيك بخير. بالنسبة لهاد الكيك اللي قلت لكم قبيلة ديال طبقات ديال الطحين، راه عندي في القناة ديالي في كويزين خديجة، عندي اللوغو فيه فليفلة حمراء، اللي بغات تدخل تشوف الطريقة بالضبط كيفاش دايرة. إن شاء الله. إن شاء الله. وصيفط لي الرابط ديال هاد الوصفات إلا عندك مصورين إن شاء الله. واخا. إن شاء الله مصورين. واخا. نزيد فخدات ديال الدجاج ساهلين. يلا أييه. ناخذوا فخدات ديال الدجاج، هادو ساهلين حتى بالنسبه للوليدات وبالنسبه للموظفات. كناخذوا فخدات ديال الدجاج بطبيعه الحال كنغسلهم كما مولفه كل اخت كتصاوبهم. هاد الشرموله كنفضل بالنسبه لي موظفه ولي باغا توجد ليها المسائل ديالها في الوقيته توجد هاد الخليط هذا بالليل. تشد الفخدات ديالها، دير تشد عندنا مثلا 8 د الفخدات، كناخذوا معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الملحه، واحد دانون مسوس، ياغورت مسوس، شويه ديال ياغورت مسوس طبيعي، شويه ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال البصله بودره اللي عندها، اللي ما عندهاش تحك شويه ديال البصله، اللي ما عندهاش بصله بودره دير شويه ديال البصله محكوكه، معلقه كبيره ديال الموطارد، شويه ديال التحميره، صوص صويا، واحد جوج معالق كبار ديال صوص صويا اللي عندها، اللي ما عندهاش ماشي مشكل، ثلاثه المعالق ديال العصير ديال الحامض، البزار سكين شبير، خرقوم بطبيعه الحال، واحد معلقه صغيره القزبر يابس. كنخلطوا هادشي كامل مزيان مزيان، وكنضيفوا عليه داك الفخدات ديالنا، وكنشرملوهم مزيان، نخليهم زعما يتشرملو مزيان، وكنغطيوهم في السلوفان ونحطوهم في الثلاجه بالنسبه للاخوات اللي بغات زعما توجدهم على اتساع الخاطر. لا غدين ليه كتشديهم، ممكن تجديهم في نفس النهار غير وتخليهم يشربوا شويه واحد الساعه ديال المكانه، ساعتين ديال المكانه. حنا غير باش نربحوا الوقت. يشربوا داك القوام فعلا؟ يشربوا القوام مزيان، وحتى في تيطيبوا داغي تيجيو هاريين من الداخل، كيجيو بحال مزبدين من الداخل. مزيان. الوقيته اللي غنبغيو نطيبوهم كنشدوا داك الخليط اللي عندنا في الزلافه، كنزيدوا عليه جوج بيضات مطربين، كنشدوا جوج بيضات وكنضربوهم وكنكبوهم داك الخليط ديال الدجاج، وكنحاولوا نخلطوا مزيان حتى كيتغطى لينا داك الخليط ديال الدجاج بالبيض تماما. في نفس الوقت كنكون وجدت واحد الكيس غذائي ميكا بلاستيكه اللي كندير فيها اللحم في الثلاجه، كنكون درت فيها واحد الكميه ديال الطحين اللي كنعرف انا الخليط ديالي غادي اذا ما يستحقوا دوك الخليط، كندير معاهم شويه ديال البصله بودر، شويه ديال هذاك الطحين اللي في الساشي ندير معاه شويه البصله بودر، شويه سكنجبير، شويه السودانيه بالنسبه اللي بغى شويه الحار، ملحه، بزار، وشويه ديال التحميره. كنخلطوا هذاك الخليط مزيان في داك البلاستيكه، وكنبقاو نلوحوا جوج فخيدات، جوج فخيدات كيكون عندي ديجا الزيت راها كطيب، الزيت بحال فريت يعني كميه كبيره، كتكون عندي الزيت كطيب، كنشد جوج فخيدات اولا ثلاثه فخيدات في داك الساشيه، كنحاول نحرب لهم مزيان، كنفخ بحال النفاخه داك الميكا، ونبقى نخدهم حتى كتغطى ليا داك الفخده، كتغطى ليا تماما داك الخليط ديال الطحين وديال العطريه. صافي نبداو نقليوهم. نقليوهم القليه ما تكونش العافيه مجهده، تكون العافيه غير خفيفه، ونرافقوهم مع شويه ديال الروز، مع كيتشوب، كيجيو زوينين مع بطاطا مشويه في الفران، كيجيو حتى الله ما يدار معاهم شي حاجه رائعه، وغديوه سهله وخفيفه دغيا كتوجد، وتوجديها بالليل تجي غير تقلي دير. هادشي اللي كاين يتشرب له مزيان. داك الشيء. تبارك الله عليك. الله يعطيك الصحة، شكرا لك بزاف خديجة، للأسف نقصنا الوقت، والله يعطيك الصحة، كنشكرك بزاف على تواصلك معنا وعلى هاد الاقتراحات والوصفات اللي قدمتي لنا اليوم. مازال مستمر دائما من خلال برنامج لامولاتي ومن خلال الشهيوات لامولاتي. اليوم غادي نتعرفوا رفقة المستمعة خديجة أم أيوب من قليطرة على الوصف فيتهم، وغادي نمشي مباشرة عند المستمعة اللي غادي تشارك معنا في الوصفة واللي هي فايزة من جديدة. صباح الخير فايزة. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. كي صبحتي كلشي مزيان؟ لاباس الحمد لله. مرحبا بك معنا اليوم في المشاركة ديالك في المسابقة. الله يبارك فيك. لا اختك فايزة. كاين البريوش، كاين تبارك الله البغرير، عطيتي بزاف ديال الاقتراحات، نعطيو المستمعات هذوك الفطائر اللي بالكريمة كنظن ياك. الصوت بعيد.
صوت بعيدة فايزة. بغيوش بالكونفيتور. ايه واخا. ها ما قادر فيهم بيضة. بيضة واحدة. ايه. كاس حليب دافئ. كاس ديال ما يكون توا دافئ. ايه. نص كاس ديال السكر. كاس ديال الزيت. معلقة ديال خميرة الخبز. ملح وفاني. والدقيق نحتاجو 600 غرام يعني 5 ديال الكيسان. الدقيق 4 ديال الكيسان تقريبا. 5 ديال الكيسان. 5 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الفورس. ايه واخا. هذا بريوش بالكونفيتور قلتي لنا فيه بيضه وحده وكاس ديال العنبه الحليب دافي وكاس ديال العنبه ديال الماء دافي ونص كاس ديال السنيده وكاس ديال العنبه ديال الزيت ومعلقه ديال الخميره المعجونه ديال الخبز ولا الفوريه وشويه ديال الملح وشويه ديال الفاني وخمسه ديال الكيسان ديال الدقيق الفورس من النوع الجيد. واخا. ايه. الطريقه غادي نشدو السكر والماء والحليب والخميره والفاني ونخلطوهم مع جوج ديال الكيسان ديال الدقيق. ايه. نخلطوهم غير بطراب اليدوي ونغطيها تفاعل واحد 30 دقيقه هكاك. كل ما خليناها تفاعلات غتكون عجينة زعما زوينه ورطبه. ايه مزيان. من بعد ملي تفاعل غادي نضيفوا ليها هذيك البيضه. ايه. والكاس ديال الزيت. ونخلطو ونبقاو نزيدو الدقيق اللي بقى لينا شويه بشويه. العجينه غتكون كتلصق ولكن هي هذيك باش تكون خفيفه. ايه. من بعد غادي نشكلوها مباشره كويرات تقريبا خرج لينا 20 قطعة تكون متوسطه. ونحطوهم في طاوه مدهونه بالزيت ولا مفرشه بورق الطبخ ونشكلو منهم حفار بالكاس مدهون كل مدهون بالزيت باش العجينه كتكون كتلصق. ايه. ونعاونو باليد باش تشكل لينا حفره. ياك اختي سناء. ايه الله يعطيك الصحه. وندهنوهم باصفر البيض مع قطره ديال الحليب ونزينوهم بالجنجلان وفي الوسط غادي نديرو مربى المشمش كيما درت. أيه. ولا كريم باتيسير ولا اي حاجه اللي بغاو الاخوات. أيه. اي نوع ديال الكونفيتور اللي كيعجبهم ولا انواع ديال الكريمه كريمه الحامض كريمه ديال الكريم باتيسير العاديه كيجيو زوينين. وكندهنوا الجوانب البيض والحليب ونخليها شويه باش تضاعف الحجم ديالها. أيه. تتخمر مزيان ونسخنوا الفرن يكون سخن مزيان وندخلوهم يطيبوا بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه فطائر بالكونفيتور كيجيو ساهلين ولداد وممكن ان الوليدات يديو معاهم المدرسه ولا في الكوتي.